عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. أولا أنني كنرحب للمشتركين الجدد غير في هاد الثلاث أيام، يعني وصل العدد ديالهم إلى 420 مشترك جديد. كنقول لكم مرحبا بكم داخل عائلة قناة الجريدة المغربية. غادي نخليكم مع واحد الأبواق ديال النظام الأوليغارشي الجزائري، من واحد السيدة غادي نسمعها مثلها مثل ديك الأبواق بحال بونيف وزيد بن سديرة وزيد وزيد وزيد، منهم كثر بطبيعة الحال. ولكن السؤال المطروح، علاش أنني بغيت ننشر هذا الأوديو؟ بالضبط لأنني قريت واحد الكتاب ديال واحد الفيلسوف فرنسي سميتو روجي غرودي، وغادي نديروا الإسقاط على هذا الأوديو، وكاين إيديوهات عديدة وعديدة جدا. إذا نسمعوا هاد السيدة، هذه هي جزائرية، غادي نسمعها شنو غتقول في هذا الأوديو، وغادي يكون لنا الرد الرادح. نسمعها. إذا كيما فداو عليها الأولين نفديو عليها حنا، باسكو أنا لو سون دي ريفولوسيونير، حنا أوني دي ريفولوسيونير، والجزائر واسمها لا ميك دو لا ريفولوسيون إي دي ريفولوسيونير. دونك واحد ما يقدر ينحي عنا، واللي غار منا الله غالب. واش تحبي قال لك الديب كي ما يلحقش العنب واش يقول؟ قارص. خليهم يقولوا قارص، حنا عارفين اللي حنا عنب. دونك سي كليغ كو اوني فيير دو عمي تبون، اون ابل نوت بريزيدون عمي عمي عمي، كو هما يسون اوبليجي طاطيو ويبوسوا الراس والرجلين، حنا ما نبوسوش، حنا عمي تبون ما شاء الله. ان شاء الله هم با توس سنت يعني سو ميتر لا مان دون لا مان، ونعاونوا بلادنا ونصدموا لبلادنا ونروحوا ليها ويشمروا على يديهم. حنايا انا بيرسونيلمون جو سوي ريستي الاخوان. هانتوما سمعتوا هاد الاوديو، وانا بغيت نرد عليها، وراه ماشي هي، راه كاين بزاف منهم دائما كيهاجموا المغرب، ولكن غادي نرد عليها من خلال واحد الكتاب كنت قريته للفيلسوف الفرنسي روجي غرودي، هذا اللي كان شيوعيا منذ بداياته وأسلم ونال جائزة من طرف القذافي. ألف في منتصف التسعينيات، بالضبط في 94 أو في 95، تزامنا مع سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة. هذا الكتاب هذا دار واحد ضجة كبيرة، وعنونه، واسمعوا مزيان باش أننا نربطوا الأحداث، بالأساطير المؤسسة لسياسة إسرائيل، وتمت متابعته من طرف اللوبي الإسرائيلي داخل فرنسا، وتم اغتياله. وأنا منين بقيت أنني كنبحث على هذا السيد هذا وعلى التاريخ دياله، وجدت بأنه عاش بالجزائر، كان عسكريا في البداية وعمل صحفيا، وأصبح مشهورا وفيلسوفا يعني له الكلمة بطبيعة الحال. وتمت مطاردته من طرف حكومة فيشي التي كانت دائما تنكل باليهود. هو اللي كما قلت لكم كان شيوعيا منذ البداية دياله. السؤال اللي غادي نطرحه، ما هي العلاقة ما بين هذا الكاتب روجي غرودي والكتاب الذي نشره الأساطير المؤسسة لسياسة إسرائيل؟ استلهم هذا الكتاب من الأساطير المؤسسة لكيان العسكر بالجزائر. شنو هي هاد الأساطير؟ الأسطورة الأولى هي ديك البروباغندا الخاوية ديال فلسطين ظالمة أو مظلومة، وفلسطين وفلسطين، وراكم شفتوا داك الهرطقات ديالهم. ثانيا جلب رفات من سوريا للأمير ديالهم عبد القادر، وأنهم اعتبروه بأنه المؤسس الحقيقي للدولة الحديثة بالجزائر. الأسطورة الثالثة وهي المجاهدات، وهنا تربية الملوك. أنني ما بغيتش أنني نطعن، هذه تربية الملوك على الإخوان، ما بغيتش نهضر على واحد الشخصية سميتها جميلة بوحيرد ملي كيهضروا على المجاهدين ديك البروباغندا الخاوية. وهذه كان خليلها شيوعيا فرنسيا
محامي غيمت غير مؤخرا انني ما بغيتش انني نزيد الدبره، ولكن نخليو اننا نكتفي بما قاله الدكتور ديالنا الصنايبي عندما تكلم عن ام شنطه وام حسن. الاسطوره الرابعه وهي ما قالته هاتي الجزائريه في الاوديو ديالها، الجزائر كعبه الثوار. ولكن اننا باش نزيدوا اننا نرد عليهم بطبيعه الحال، غادي نخليكم مع واحد الفاصل باش تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. غادي نخليكم واحد الفيديو لواحد الامام يدعي بانه امام، هذا كان استاذ للفيزياء، اعجب الفيزياء للدين، ولا امام باحدى المساجد بالديار الجزائريه. نسمعوه مزيان كفاصل اشهاري. هذا هذه قطعه ذهب، هذه انا حاضر في الجلسه هذه سبحان الله باش تفهموا باللي الخير تاع الجزائريين يا سبحان الله. شوفوا هذه القطعه من الذهب، هذه والله احد الاخوه ذكرني قال لي الشيخ قال لي وريها للمؤمنين باش يفهموا ربي عز وجل ان الله عز وجل جعل خيرا عظيما في الجزائريين. هذه امراه تصدقت بهذا القرمات، هذه يعني تصدقت لاهل غزه. هذه القرمات كي نوزنوها عند الجواهرجي وكذا نلقاو تسوى 5 ملايين يا سيدي، معليش قولوا 10 ملايين. طيب في الجلسه اللي كنت قاعد فيها قلت لهم يا جماعه من يشتريها بالمزاد؟ اي شكون يزيد؟ والله يا خوتي بداوا الجماعه يقول اي من يزيد؟ المراه هذيك اعطتها الرب عز وجل لاهل غزه، قال الاول نعطي مثلا 20 مليون، قال الثاني 40 مليون، قال الثالث 50 مليون، وبدات تزيد، قال الرابع 60، قال 100، قال 150، قال 200، قال 250 مليون. والله يا خوتي غير انباعت ب 250 مليون، هذا الخير 250 مليون. اذا فيكم من يزيد معليش، اذا يعطينا 500 مليون اعطوها له معليش لاهل غزه. للعلم كما قلت لكم بان هذا السيد هذا كان استاذ للفيزياء، وكاين شي وحدين انك يقول لك السي احمد علاش كتردوا عليهم؟ لا خصنا نفضحوهم ضروري. علاش هضرت لكم على متلازمه ستوكهولم ومتلازمه بافلوف؟ لان هم هاد الناس، هذا كيعمل بروباغندا ديال الريجيم الجزائري، همه الوحيد هو استحمار وبغلنه الشعب الجزائري ليس الا. انا كنت خايف غير يقول لك بان هاد القطعه النقديه الذهبيه انك تعود الى احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم او علي او الصحابه ووجدت في الجزائر قبل الميلاد ولا ما عرفتش، كتعرفوا ديك الهرطقات ديالهم. اذا نخليو هذا جانبا، هذا كان فاصل اشهاري فقط. هنا الاخوان الى شفتوا واحد المساله كاين الحدث وتحليل الحدث. الى شفتوا ممثل مالي انه فجر واحد القنبله بمقر الامم المتحده في الاجتماع ديال الجمعيه العامه ديال الامم المتحده، هذا المسؤول المالي قال واحد الكلمه، كلمه المخبول، وهنا كان كيقصد بها وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف اللي كان كيعتقد هذا المخبول فعلا كما قال ممثل مالي بانه كان دائما يريد ودولته بطبيعه الحال ان مالي ولايه جزائريه. وقال واحد الكلمه اخرى الا سمعتوها مزيان باللغه الفرنسيه اخطر لا تحتاج الى الترجمه، بعد قوله للجزائر انها تشوش في المنطقة داخل دول شمال إفريقيا وزراعة الإرهاب قال جو ريبيت على درنيير فوا، أكرر لي المرة الأخيرة، معناه هذا تهديد مباشر، وأنا غادي نقول للنظام الجزائري والدباب الإلكتروني الجزائري حذاري من مالي. واحد السؤال الإخوان، لماذا المغرب لا ينهج نفس الخطاب ديال الممثل مالي الآن؟ وان المغرب كان من يدعي ان المغرب عنده مشاريع وعنده استثمارات وخايف انه يضيعهم المغرب المشكل ديالو الاخوان شنو هو اللي عنده؟ هو من وراء الجزائر ومن يريد زعزعه المنطقه، هادو هما اللي المغرب ضرهم لهم الحساب. وهنا الى عقلتوا الاخوان راه ماشي الجزائر راه مع انها بغات تهددنا بالحرب لان الى عقلتوا على واحد الكلمه كان قالها الحسن الثاني رحمه الله عليه، قال لك كبرها تصغار، وراه الى عقلتوا الجزائر رغم دعم المعسكر الغربي المعسكر الشرقي دول عدم الانحياز الدول ديال الحركات التحرريه السلاح ما قدروش على المغرب بطبيعه الحال.
علاش قلت لكم المغرب كيلعب مع الكبار الآن؟ أنا غادي نعقلكم سنة 2020 عندما أمريكا أنها اعترفت بمغربية الصحراء، ألمانيا بسرعة البرق طلبت اجتماع عاجل داخل مجلس الأمن، وزيد ذلك أن إسبانيا انزعجت من الأمر وكانت تحاول الاتصال بأمريكا على شأن هذا اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. أما فرنسا راه كنعرفوا ماذا تريد من المغرب. غير باش نكونوا واضحين الإخوان، هذا هو المغرب الآن يلعب مع الكبار. أما الجزائر بالنسبة للمغرب لا شيء، الصحراء المغربية هي في مغربها. بالنسبة للمغرب كما قلت لكم في واحد الحلقة بأنه يريد الاعتماد مرة أخرى وتفعيل الفصل السادس وليس الفصل السابع وليس الفصل السادس، لأنه يورد فرنسا كما قلت لكم ماشي من حقها أنها تقطع عنا واحد الأراضي ديالنا وتعطيها للدويلة ديال اللي خلقتها سنة 1962 الجزائر، وأعطت لها الصحراء الشرقية، وهذا موضوع كنا تكلمنا عليه بإسهاب. أنا بغيت نختم هذه الحلقة دي، ما بغيتش أنني نهضر على واحد الموضوع طرقوا له مجموعة من الإخوان، أنا أعتبره بأنه رغم أنه فضيحة، غادي نقول مبروك الفضيحة للنظام الجزائري، ديك الفضيحة ديال ديك الملاكمة أو الملاكم أيمن خليف و ركشتو بأن الاتحاد الدولي للملاكمة، وأنا ما بغيتش نطرق لهذا الموضوع لأن نهضر عليه بمجموعة بنا الإخوان بإسهاب. أن كل ما في الأمر أنني باش نختم هذه الحلقة غادي نقول لكم واحد الدعاء، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم سالمين. مرة أخرى كنشكر الإخوان اللي اشتركوا جداد، أنا ما غادي ندير لكم نقول لكم لا ديروا لايك ولا حول أنكم تعلقوا أو لكم واسع النظر، ترقبونا في طلعة أخرى. كان معكم الأستاذ أحمد، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.